القنداي، فيلم فانتازيا ورعب في قالب من الكوميديا السوداء، انتاج 2023، مدة الفيلم ساعة وخمسين دقيقة، لا يصلح لمن اعمارهم اقل من 18 عاما ولا لاصحاب القلوب الضعيفة، متوفر للمشاهدة على نتفليكس. الفيلم شارك بعدة مهرجانات. قصة الفيلم: بعد ان عاش 250 عاما في هذا العالم، قرر مصاص دماء مسن ان يموت مرة واحدة والى الابد. العنوان العريض للفيلم: رؤية دموية وعميقة، واحدة من اغرب افلام الرعب لعام 2023. السيناريو والحوار: السيناريو بينقلك لعالم غريب وغير مألوف بكل أنواع العنف والسادية، وذكاء من السيناريو أن يكون مغلف بكوميديا سوداء. سيناريو رعب ساخر مليء بالفكاهة المروعة، يعيد تصور الدكتاتور الوحشي أوغستو بيناشي كمصاص دماء بائس لا يزال يتغذى على العالم. ونفترض أن وفاته في واقعنا مؤخرا كانت في الواقع مزيفة، وقد استمر في وجوده الطفيلي دون علم أولئك الذين ظنوا أنهم تحرروا منه. الآن وهو في عمر 250 عاما يريد أن يموت شفقة على نفسه، بينما يجتمع نسله الجشع في قصره في الزاوية النائية من تشيلي لمحاولة جمع ميراثهم. كوميديا سوداء من بيئة تاريخية وأسطورية مألوفة بشكل مؤلم. السيناريو هنا يقوم بإحياء فاشية بيناشي الوحشية في مصاص دماء يستهلك أي شيء يلمسه. يعرضه السيناريو بوضوح مثل أفضل الأعمال الساخرة، فإن الحقائق التي يستغلها تعمل على جعل روح الدعابة تسود بكل قوة، كما تتسلل اللحظات العنيفة والغير اعتيادية أيضا. الطريقة التي يحقق بها التوازن بين الانحراف الكوميدي والثقل الدرامي مثير الانتباه منذ البداية، حيث يبدأ السرد بإطلاق نكت خفية ولكن ذات معنى. الاهتمام بالتفاصيل على مستوى السيناريو متميز. مثال للتوضيح: في أحد المشاهد المروعة التي قام فيها بتدمير وجه امرأة شابة حتى لا يتبقى منها شيء، إنه جزء من الكافية التي توصل لنا الدمار الذي أحدثه هذا الدكتاتور. الإخراج والتصوير والإضاءة: تم تصوير الفيلم باللونين الأبيض والأسود. المذهل من قبل التصوير السينمائي، يبدو الفيلم بأكمله كأنه كابوس تم إيصاله من وجهة نظر الشر، وهو يشعر بالرهبة، سواء كان ذلك عندما ترى الخطوط العريضة للشخصية الرئيسية القاتلة من الجانب مع شروق الشمس، أو اللون الأبيض الثاقب لمجموعة من الراهبات. هناك ثراء في كل مشهد على مستوى الإخراج، عمل متقن إخراجيا، لا يبدأ مع وصول الأطفال الأثرياء الذين يتطلعون إلى سرقة المزيد من الأموال المسروقة، حيث تصبح فكرة السرقة هفوة متكررة، إنهم مجرد فروع وحشية لشجرة عائلتهم، وهناك شخص آخر تماما هو الذي يدفع الفيلم إخراجيا إلى مكان أكثر غرابة وشرا وليس أقل ذكاء. إخراج ينجح في أن يجعل الظلام يبتلع أي شخص يقع في قبضته، يستمر في إلقاء ظلاله على الفيلم بأكمله كما أنها تبدو رائعة، إذا تحول كل لحظة عنيفة إلى شيء يبدو وكأنه لوحة فنية. الموسيقى كلاسيكية واختيارات مناسبة تماما للأجواء وأضافت العمق المطلوب. المونتاج قطع سلس تقليدي بدون مشاكل. الممثلين جميعهم أدائهم متميز، اختيارات مناسبة لأدوارهم، ولكن لنتكلم عن الراهبة أكثر. راهبة وتجيد المحاسبة أيضا، هي القوة اللاذعة التي تمنح المشهد السينمائي قوته في الفيلم. يبدو كل مشهد تكون فيه هي المركز، وكأنه يعمل على مستوى أعلى من أي شيء آخر، حيث أنها تتغلب على كل التوتر والجشع، على الرغم من أن تقديم شخصيتها في البداية يبدو وكأنها سوف تكون الضحية التالية، إلا أنها تقوم بإطفاء كل ذلك بتفاصيل واضحة تماما من خلال كل جانب من جوانب أدائها. الفيلم عبارة عن فيلم جماعي، هناك متعة في رؤيتها وهي تشق طريقها من خلال استجوابات مع كل أفراد العائلة، ولكن بعد ذلك تصبح مسمومة بالواقع المرعب الكامن وراء كلماتهم. هذه الحوارات متقنة بخبرة وبعمق واضح جدا. فيلم رعب ساخر، يعيد تصوير دكتاتور كمصاص دماء لا يزال يتغذى على العالم، على الرغم أن الفيلم كان بطيئا بعض الشيء في البداية، إلا أنه يوازن بين التشويق الكوميدي والدراما العميقة بأسلوب دقيق ومثير الاهتمام. استخدام التصوير السينمائي بالأبيض والأسود لخلق كابوس تبرز شخصية الراهبة باعتبارها القوة اللاذعة التي تمنح الفيلم قوته، حيث أن توقيتها الكوميدي وإلقائها يجعل حتى أبسط مشاهد الحوار يكون مثير الانتباه. الفيلم مليء بالرسائل الخفية والعمق وحبكة متماسكة مع إخراج متميز، ولكن في منتصف الفيلم لم يكن متماسكا ويجعلك تفقد اهتمامك للحظات. تقييم للفيلم هو 7/10.